Hello students, how are you? And in your English lecture for the first intermediate students. As you know that we have finished Unit 7 Lesson 5, and today we are going to talk about Unit 7 Lesson 6 in your activity book on page 91. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. ودرسنا لهذا اليوم هو الدرس السادس من الوحدة السابعة اللي هو إلى علاقة بالدرس الخامس اللي كانت فيه في الشرطية واللي شرحناها مسبقا من الدرس السابع. إذن اليوم عندنا محادثة الـ A والـ B، طبعاً الـ A ما بها شيء فقط يعني نقراها وبعدين نحل الـ A الـ B اللي هي تطبيق على في الشرطية، وهنا في الشرطية راح تجيني بحالة سؤال، أوكي؟ راح يجيني بداية يعني أداة سؤال، بعدين يجيني احتمال يعني يجيني وراها الول اللي هو من ضمن القاعدة مال في الشرطية، وراها فعل، وراها الفاعل، وراها فعل مجرد، بعدين الـ F، بعدين أيضاً الفاعل والمضارع بسيط والتكملة. هسه راح نشوف حتى يعني ندرب على في الشرطية بحالة السؤال. Make conversation. So محادثات. What will we do if we get cold? ماذا سوف نفعل إذا بردنا؟ Don't worry. If we get cold, لا تقلق إذا بردنا. We will put on our warm clothes. سوف نرتدي ملابسنا الدافئة. Student A عندنا وstudent B. أكو هنا phrases. هنا عبارات راح نستخدمهم حتى نكمل هاي المحادثة. العبارات تقول student A get lost. ضعنا. Get sick. تمرضنا. The motor stops. يعني المطار يتوقف. The boat sinks. القارب يغرق. هنا طبعا ناخذ S لأن S الشخص الثالث لأن الفاعل مفرد، وهكذا sink أخذت S لأن الشخص الثالث S الشخص الثالث لأن الفاعل مفرد بالمضارع بسيط. العبارات الأخرى لـ student B اللي هي use the compass، استخدم البوصلة، لأن get lost يستخدم البوصلة. get sick يعني ناخذ له take some medicine. the motor stops نستخدم use hours يعني نستخدم مجاديف. هنا قلنا take some medicine يعني تاخذ علاج. The boat sinks يعني القارب يغرق. ايش راح نسوي؟ راح نسبح swim سباحة. هسه راح نرتب هاي الفريزز بهاي المحادثات اللي هي عبارة عن سؤال وجواب. السؤال الأول اللي هو يقول what will we do if we get lost؟ احنا حلينا طبعا حتى تصير لكم واضحة. ماذا سوف تفعل إذا ضعنا؟ جوابه قال don't worry if we get lost we will use the compass. لا تقلق إذا ضعنا سوف نستخدم البوصلة. نمبر 2 what will we do if we get sick؟ ماذا سوف نفعل إذا تمرضنا؟ قال don't worry if we get sick we will take some medicine. سوف نأخذ بعض العلاج. نمبر 3 كلها طبعا أسئلة بمن يعني بإف الشرطية، بصيغة إف الشرطية، لأن يجيني أداة السؤال بالبداية، بعدين الول، بعدين الفاعل، بعدين الفعل اللي يجي وراء الول سابقا كان يجيني مثلا فعل مجرد وهكذا. طبعا هذا الفعل هو what will we do if the motor stops. هنا اس لان هنا ما ننقلها يعني stops هاي يعني تنقلها صح تصير stops. what will we do if the motor stops؟ ماذا سوف نفعل اذا توقف الموتور؟ المن ده يقصد على موتور البوت، موتور القارب. جوابه don't worry لا تقلق if the motor stops ايضا هاي الاسماء موجوده. we will use the oars راح نستخدم المجاديف. اوكي تكمله طبعا عندنا ال C complete this conversation using the correct ending from these below. نستخدم هاي العبارات بهاي الفراغات حتى يصير عندنا اف شرطيه كامله وبنفس الوقت يصير الجملة يعني لها معنى تام. If Nadia gets a letter from her pen friend، إذا نادية حصلت على رسالة من صديقها بالمراسلة أو صديقتها بالمراسلة، she will be very happy. سوف تكون جدا سعيدة. she will be very happy. سوف تكون جدا سعيدة. من يجيب الثاني من هاي اللي مطنياهن؟ يعني هنا أنا منطيني وهنا أنا عندي عبارات أنا أحولهم يعني أكمل بهم أتمم الجملة. أوكي هاي هنا she will be very happy خليتها هنا ليش؟ لأن تلائمت ويا المعنى مال هاي السؤال أو مال هذا الجملة. if Nadia gets a letter from her best friend، إذا نادية حصلت على رسالة من زميلها أو زميلتها بالمراسلة، she will be very happy سوف تكون سعيدة. وهاجمناها قلنا من هذا الفريزز، هاي الفريزز بالصندوق. نمبر 2 if the boys lost sorry if the boys lose the match، إذا طل الأولاد خسروا الشوط، they will not like it سوف لا يحبوه. هاي أنا نجيبتها they
will use the sorry they will like they will not like it لأن هنا won't اختصار مال will not. Number three, she will burn herself, سوف تحرق نفسها يعني تحرق ايدها وبدأت تلعب بالشخاطة وكذا. If she falls into the boat, okay, تكمل مالتها. If the motor stops, إذا المطار توقف, they will use the hour, سوف يعني يستخدمون المجاديف. الأخير الفايف, they will have an accident. هسه صارت بالعكس ال يعني في الشرطية بالوسط هنا فاعل they ال will اختصارها هي صارت ال have فعل مجرد يجر ال will an accident تكملة ال if الشرطية جت بعدين يجي وراها الفاعل بعدين الفعل يجيني بالمضارع بسيط they فاعل جمع يجيني وراها فعل مجرد to okay none راح يصير to a bike. They will have an accident. سوف يعني يصير عندهم حادث. If they ride two, إذا ساقوا اثنين on a bike على مطار واحد. هذا ما يخص الدرس السادس للوحدة السابعة. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. تابعونا فيديو آخر إن شاء الله قريبا.